بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 19/6/2022 وتعالوا نشوفوا اسعار اللحم ايه في سوق دمنهور النهارده. الله اكبر الميزان يا جماعه. ايه اللهم صل على النبي. الله اكبر. صباح الفل يا ابو صل على النبي. طيب ده صحيح ماشي. كام الكيلو جاي من بره؟ ماشي 70 من 65 ل 70. من 65 ل 70. تجار ولا جنايه؟ لا تجار. منين حضرتك؟ ده انا صاحب الميزان. تابع الميزان. الله يبارك لك. استاذ حسين رضوان من الحي. استاذ حسين مارجي ولا من الحي. اكبر. صباح الخير يا معلمي. ايه النور دي؟ صار الوالد ريت عشان جماعه كانوا بيشتروا مني زي النهارده وزرع عندي لك مرضوه وما جوش. وما جو. بكلمك بجد والله. طب ليه طيب ما جوش يعني؟ الخوارزمي اللي بيوصلوا بالتسويق. زعلانين مثلا؟ الله يقويكم. اسعار اللحم ايه النهارده؟ 65 سامع 70 و73 كدابين والله بجد. مش كل اللحم كل حاجه على قدها طبعا. الله اكبر. اسكت يا ابني. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم يا رجالي. الله يقويكم عينكم. ماشي يا حاج. خلاص ما تصورش براحتك يا حاج. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معانا الباشمهندس محمد الفقي. صباح الخير يا استاذ محمد. كل سنه حضرتك طيب. الله يبارك لك. ايه الصدفه السعيده اللي جابك السوق النهارده؟ الله يكرمك يا باشمهندس. عامل ايه؟ بالتجربه يوم ولا واخدين جنيه؟ اه يا عم بايمنا دي اخر بقره معانا. الله يبارك لك يا باشمهندس. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. حاج خالد صباح الفل. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. خلف ذكر ولا انتهى؟ بسم الله ما شاء الله. ذكر. الله اكبر. ابن اسبوع يا باشمهندس. ابن اسبوع. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. قاعد فين يا باشمهندس؟ قاعد شبرخيت البحيره منشيت لك منشيت عباس. اسمه عباس. عباس سبع شبرخيت. الله يبارك لك. انا لسه نهارت في سوق دمنهور النهارده. الله يبارك لك. عامله كام والله الشابه دي؟ دي من دي اللي بتصاحبها ب 30000. ب 30000 كسره حيه؟ كسره ست سنين. كسره ست سنين ب 30000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على المال وعلى الخلف يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. فيها قد ايه حليب؟ دي فيها 18 كيلو في اليوم. 18 كيلو في اليوم يعني 9 بالضرب. 9 و9. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر على الماء. اللهم صل على النبي. الضر والحلبات يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اخيرا ايه يا استاذ باشمهندس؟ والله ما يرضي الله. دي من ايد اللي تسحبها ب 30000 جنيه. 30000 وحلبه على فكره. وحلبه قبل ما تيجي كمان. بسم الله ما شاء الله. عشان مسافر. الله يبارك لك. يعني شغال في البقر الوالد على طول. طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه برضه تواصل معاه. 010 26 3 2 44 1 44 1 طبعا. شبرخيت الباشمهندس محمد مهندس بترول. الله يبارك له. وتجارتهم برضه المواشي. الله يبارك له ويصلح حاله. اي حد يعوز حاجه بقر والد يا جماعه عند الباشمهندس. الله يعني موجود اي بقى كميه موجوده يعني من 25000 لغايه 50000. من 25000 لغايه 50000. الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. صباحك ابيض. واي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. شكرين يا معلمي. نهارك ابيض. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. باشمهندس خالد صباح الخير. صباح الخير. كل سنه حضرتك طيب. طيب والله. الاسعار اللحم النهارده في سوق دمنهور؟ والله البقر الذكر عام من 78 ب 68 لحد 70. من 68 ل 70. الله يبارك لك. طب بالنسبه للنتايات ولا ما بتطلعش ميزان؟ هو عندك الجاموس بيجي لنا 10 جنيه دايما. العجل الذكر بيجي لي 10 جنيه عن البقر. البقر الذكر ب 70. الجاموس بيبقى ب 60. بيبقى ب 60 بيجي لي 10 جنيه. الله يبارك لك يا استاذ خالد. نارك ابد ان شاء الله. الله يبارك لك يا باشا. الله يبارك له. إدارة الميزان الباشمهندس خالد. الله يبارك له. صباحه أبيض إن شاء الله. صل على النبي. الله أكبر. صباح الخير يا عمدي. كل سنة حضرتك طيب. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ده عامل كام العجل ده والله؟ عامل 29000. 29000. بسم الله ما شاء الله. تاجر ولا جناح؟ لا جنيه. جنيه. الله يقويك ويصلح حالك. اللهم امين. 29000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عجل ذكر. الله اكبر على الماء. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر.
29,000 بسم الله ما شاء الله. الله يصلح حالك يا حاج ويصلح حال الجميع اللهم امين. نارك ابيض ان شاء الله. صلى على النبي. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. صباح الفل يا معلمي. الله يبارك لك. تاجر ولا قناع؟ تاجر. تعرفوا باسمك طيب؟ كرم الفيجي. معلم كرم الفيجي منين يا معلم كرم؟ المطامير. ابو المطامير وتجار ابو المطامير الله يبارك لهم. المعلم كرم الفيجي بسم الله ما شاء الله على الدكوره اللحم في سوق دمنهور النهارده. اللهم صل على النبي. الله هو اكبر على الماء. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا باشا. عامل كام يا معلم كرم الله؟ عامل 27,500. كم؟ 27,500. 27,500 بسم الله ما شاء الله، يعني شغال في اللحم على طول يا معلم كرم؟ إن شاء الله. طب ممكن رقمك لو حد عايز حاجة يتواصل معاه؟ لا رقم. ليه يا معلم كرم بادي؟ مصلحة ليك والله؟ لا لا لا. نهارك أبد إن شاء الله. 27,500 المعلم كرم يا جماعة، أبو المطامير وتجار أبو المطامير اللي منورين في سوق دمنهور النهاردة. اللهم صل على النبي. المعلم كرم رفض يدينا رقمه يا جماعه زي ما انتم شايفين. حاضر. انت زعلان ليه يا حاج يسري بس؟ روح وراه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على اللحم النهارده. الله اكبر. صباح الخير يا معلمين. عاملين ايه يا رجال؟ الحمد لله. الله يقويكم ويعينكم. اسعار اللحم النهارده في سوق دمنهور؟ حلو. يعني ماشي كام الكيلو جاي من النهارده؟ 70 وب 72. 70 وب 72 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر على الماء. تعال اتفضل. 70 وب 72. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. تجار ولا جنين يا حاج؟ لا جنين يا حاج. الله يصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. خلي فرده بره فرده شو. صباح الخير يا معلم. اسعار اللحم في سوق دمنهور النهارده 70 جنيه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا حاج. نارك ابيض. الله يبارك لك. 70 جنيه يا جماعه اللحم جاي من النهارده بسم الله ما شاء الله في سوق دمنهور. الله اكبر. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الله يكون الاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان نوصلكم الأسعار يوم بيوم. هسيبكم في رعاية الله وأمنه. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله.